يا ستي انجي، كويس يا اختي ان انا لقيتك. خير يا هبه حبيبتي، في حاجه؟ الا قولي لي يا اختي، انا سمعت ان الاستاذ علي اسم الله عليه بيذاكر للعيال كده بغباوه وبيرقعهم علقه وبيضربهم بالحزام، الكلام ده صحيح؟ صحيح صحيح يا هبه، والعيال يا عيني صعبانين عليا قوي، مقطعين قلبي قلب امهم. يا اختي ما يصعبش عليكي غالي، هي العيال الصغيره المقاريض دي كده، ان ما كنتش تدبيهم على قلبهم مش هتعرفي تشكميهم. استني. لا يا هبه، خلي فلوسك في جيبك، حبسي مستوره والحمد لله. لا ده انا عايزاكي تاخدي البت اسراء، بنتي عندك عند الاستاذ علي في المجموعه اللي هو عاملها، تدخليها بنفر. قال البت دي خلاص مطلعه عيني. خدي خدي. انت موافقه ان بنتك يتعامل فيها كده، يتذكر لها بالتخلف ده وتتضرب بالحزام وتتكسر دماغها كمان؟ قال على راي المثل، اكسري لبنتك ضلع تعيش عرجه بصاحي، بس انت كأم تعيشي كده رافعه راسك. لا يا هبه حبيبتي، خدي انتي لو عايزه تكسري لبنتك ضلع حبيبتي عودي عليها، انما تجيبلناش مصيبه. معلش بصي، خديهم بس اديهم للاستاذ علي وهو ما يشوف الفلوس هيوافق. هبه هبه حبيبتي، انا مفلوسه وفيا اللي مكفي، اتكلي على الله. ماشي، شكرا قوي يا ستي انش، سلام عليكم. لك الا انتي وجوزك في ساعه واحده وعلي فوقيكم. صحيح هو ابيض وما بنفهمش منه حاجه، بس يعني يا خرابي على عيني يعني، بس مستر علي ده كله على بعضه كده اصلا. بص عندك حق والله. يا بنات ايوه كده، برافو. ميرسي يا مستر. وريني. صح، برافو يا عيسى. توجيهاتك يا استاذ. ايه يا حبيبي؟ توجيهاتك. ايوه في توجيهاتي. خد بقى ال 15 مسألة دول حلهم في 5 دقايق. حاضر يا بموت في زنا صدقتي. ده سعيد ابو بكر. سعيد ابو بكر انت كمان. دقيقة واحدة اشوف مين على الباب. انا ايه؟ ايه يا حبيبتي مالك؟ العقيني يا طنط، العقيني يا انكل سمير. في ايه يا بنتي؟ قولي لنا ايه اللي حصل بالظبط؟ ايه يا بنتي، علي عور حد من العيال؟ العيال هيضيعوا مني في خبطة واحدة. البيه قلبني البيت مركز دروس خصوصية، وبقى خلاص مهمل في العيال. العيال ما بقتش فاهمة أي حاجة خالص، والدور والباقي على البنات المفعيس اللي بيعكسوا البيه. It's your fault. أنت اللي غلطانة يا حبيبتي. ما فيش ست أبدا بتحترم جوزها وبيتها وولادها وتقول لجوزها أنا خلاص مش هدرس لولادي، أنا هتفرغ لشغلي، وتنشغل عنهم. والنبي ايه؟ اتس يور فولت؟ مش انت اللي قلتيلي اقلبي عليه الترابيزه واديله تحت الحزام ولبسيه في حيطه؟ قلتي ولا ما قلتيش؟ مش فاكره. مش فاكره؟ لا انا افكرك بقمرت لما قلتيلي حطي يا انجي ماسك زبل الحمام، قلتيلي ولا ما قلتيش؟ قلتيلي هيجيب نتيجه فظيعه. المهم بعد ما حطيتيه مش حسيتي فعلا انك انت طايره؟ طايره؟ رحت في 60 دقيقة. بصي يا انجي حبيبتي، الموضوع ده وراه رجروكتي، انت خنزقوره يا عفريته انت. الولاد كانوا فعلا عندنا الظهريه وقعدوا يترجوني ان احنا نتوسط نخليكي تذاكري لهم. ايوه والله والله قطعوا قلبي خالص، صعبوا عليا. بصي هما تعهدوا قدامنا ان مش هيعملوا اي حاجه ابدا تزعلك. هو بصراحه الموضوع لازم يتقسم بينك وبين جوزك، انت تدرس لهم حاجة وجوزك يدرس لهم حاجة. أنا مستعدة أعمل أي حاجة عشان مصلحة الولاد. قلب أمه هي بتعيط ولا بتزيق؟
في ايه؟ الو الو، ممكن اكلم مستر علي يا شاطره؟ شاطره مين عايزه؟ انا مين؟ كنت عايزه اسال لو مستر علي بيدي تانيه تمريض. لا مستر علي ما كملش تمريض، ما كملش تعليم. يوه، بيدي ابتدائي واعدادي بس. طب هو سنجل؟ سنجل؟ قصدي هو قصدي معهد سنجل؟ لا مش معهد سنجر. وعايزة أقولك حاجة، مفيش حد هنا أصلا بالاسم ده، وما تتصليش أنا تاني. إيه ده يا أنتي أعصابك؟ وبعدين أنتي مش لسه قايلة؟ قلة أدب. بحبك قوي يا مامي. طيب خلاص هتموتوني. والنبي يا مامي ترجعي تذاكري لنا تاني. او النبي يا مامي، ده احنا هنضيع من غيرك. ولسه ما ضيعتيش. ومن غير ما تقولي اي حاجه، وحياه الضيقه اللي احنا فيها دي مش هنتعيدك تاني في المذاكره. او والله يا مامي، وهنقعد زي البوبي. زي البوبي اكيد؟ No. مش ممكن. نورمال 120 على 80. انت 320 كويس على 380. يا لهوي يا لهوي، انت هتفرقع، هتظنهر. يا لهوي، انا المشكله ان انا خدت حبيتين مقويات عشان اقدر اسد. انا فتحت على نفسي فتحه كبيره قوي يا دكتور، انا مش عارف جرالي ايه. هو واضح انك تعبت من المسؤوليه. تعبت من المسؤوليه؟ انا عندي دروس وعيال وبلاوي سودة. ده انا بيني وبينك خايف العيال تضيع. واللي يقول لك على فكره جهنميه فكره عنتريه شويه. ابوس ايدك قول لي عليها عشان خاطر انجي ترجع تذاكر للعيال تاني. يعني ارمي عليها يمين الطلاق مثلا؟ لا انت ليه عنيف كده واجريسيف قوي؟ مش انت قلت عنتريه؟ ايوه، انت ما تاخدش من عنتريه الا غشوميته. الراجل كان هاري عبله شعر في الجاهليه لحد ما فضحها في القبيله. انت ايه، ما درستش محافظات؟ لا ما درستهاش دي، بس ايه رايك يعني افضح انجي في انهي قبيله؟ سيبك من عنتر دلوقتي. انساه، خش على نزار قباني. البسه ما اعرفش مقاس نظر كام، انما لازم تلبس. اوكي، واذا كان في مكان البس جنبيه ديمس روسوس ده كمان البسه. هتلاقي مكان تاني كمان لكاظم الساير. حلو. لا ما انت جيت تستحمل. اوكي. بص بقى، لو في مكان بقى وده من مصلحتك، ازنق شعبان عبد الرحيم معاهم. عشان تعرف تقول ازاي يبقى خلينا في الشعر بس. خلاص لقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند. بيض من الهند؟ ايه الأفورة دي يا علي؟ ما في بيض عند شعبان تحت. وبيض الهند تقطر من لمي. حبيبتي مراتي وام عيالي، كنت فاكرني اب مثالي هقدر اشيل الحمل لوحدي، وكان مجهودك ولا على بالي، بس انا من غيرك اهو مسواش. حبيبتي وعنك ما استغناش، هساعدك وانتي كمان ساعديني. اردي عليا يا روح في بلاش. انا اسف حبيبتي، والله ما اعرف اعمل اي حاجه من غيرك، انتي اغلى حاجه في حياتي.
في حياتنا كلنا. انتوا كمان، انتوا كمان اغلى حاجه في حياتي، بحبكوا قوي. طب يا حبيبتي يلا قومي اعملي كوبايه شاي بقى قبل ما اخد دش. لا بقى، انا كنت مبسوطه وانا زعلانه اكتر. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.